انت لا موجود يا عادة، انت يا ابو عيسى؟ موجود موجود وهطلع ده، انا هنتقم منك، ده انا هنتقم منك يا رجع صالح، لي فلوسي، فلوسي هنتقم من اريد فلوسك، فلوسي. فلوسك يبقى قابلني، يبقى قابلني يا صالح، انت لو رجعت لك طلبت مني مليك. فلوس، انت طلبت مني فلوس عشان تعمل، انا ما بدي بيوتك ولا بدي جنينك ولا بدي قلت اي لك حاجة منك. قلت لك تقرضني قرضا حسنا صح؟ انا صار لي 26 سنة بعطيك فلوس، بدي فلوس. ماشي، انت اقرضتني قرضا حسنا، وانا بددت عليك، وانا بقول لك يا محمد يا صالح والله مالكش راح حاجة اخذه عندي، واخذه من ممتلكاتك على الارض، مالكش حاجة عندي، والله مالكش راح حاجة اخذ عندي. قطعة قطعة من بيتك، اخذ بيتك واجره. شايف بيتك اللي في السعودية؟ راح اجره، يا ما ترجع لي فلوسي اجر بيتك. انت تعرف ان بيتي ده اجره كام في السنة؟ بغض النظر اخذ حصتي لين ما تسدد لي، واريده مع الـ مع الـ مع الـ فرق التضخم. ما تعرف حاجة اسمها تضخم؟ اعرف التضخم، انا اللي عامله. انت عارف جبريل قال لك هذا الكلام صح؟ انا اللي عامله يا محمد صالح، التضخم ده انا اللي عامله، لازم يبقى في تضخم عشان حياة الناس تمشي، انا وانا اريد مخلي فلوسي الناس مع يلفوا حق حوالين الفائدة نفسهم كده. والتضخم. التضخم ده انا اللي عامله، التضخم ده امال ايه، ده من ابداعي كيف من ابداعك؟ انت اصلا ما لو انا. كنت تعرف هذا الشيء ليش ما ذكرته في الكتاب تبعك؟ التضخم لماذا لماذا بعرف جبريل بيغششك، بعرف هذا الشيء، بس ما راح يتبعك جبريل. انت عارف يا محمد يا صالح، انت عارف هخلق لك جهنم خاصة بيك انت لوحدك، ليه؟ شو؟ ليش؟ انت ليش؟ بس لوحدك كده، ليش؟ لوحدك لوحدك جهنم بتاعتك انت لوحدك ليش؟ كده، علشان اضللت كثيرا من الناس، أنا صار لي اضللت كثيرا 26 من سنة الناس، بدعو الناس إليك. انت اضللت كثيرا من الناس، اضللت مئات الالاف من البشر، انت اضللت مئات الالاف من البشر. مو أنا، اللي كان يفعل هذا أحمد حرقان، تعرفه؟ لا لا انت، لا لا انت اضللت كثيرا من الناس، ما وانا مش أنا والله، أنا أصلاً هذا لا لا أحمد حرقان هو واحد من الناس اللي أضلني على الفيديو. احمد حرقان في ميزان سيئاته، في ميزان سيئاته، وانت اضللت كثيرا من الناس، اضللت كثيرا أنا من ما الناس. يهمني هذا الكلام، أنا أول حاجة أريد الفلوس تبعي. لا مش لا إنك لا لا تخلف الميعاد، أعطيني لا، الفلوس تبعي. الفلوس الى ابو عيسى في اتجاه واحد دائما، في اتجاه واحد فقط. أنت الآن طلبت مني فلوس الفلوس عشان تذهب تعمل لي الى بيت الجنة. الفلوس تذهب الى ابو عيسى ولا تعود. أبو عيسى، أنت طلبت مني فلوس عشان تعمل لي بيت في الجنة. أنت يا أما تعمل لي أنت الآن بتقول أنا راح أعمل لكم جهنم، يا أما تدخلني الجنة بكل الإمكانيات وأنا هكذا، أو ترجع لي فلوسي. هذا هو العدل. انا عندي مفاجأة ليك، مش عارف انت يعني تعرفها ولا لا، بس الناس اللي بتابع ابو عيسى عارفاها، انا اصلا مش عامل جنة اساسا، ما انا بعرف هذا الشيء. انا عامل نار بس. انا قالوا لي هذا الكلام، انا عامل قالوا لي، نار بس، اخذت فكرة عشان هيك لا مش اعطيتك بعض عامل، صراحة. لا مش عامل جنة، انا مش عامل جنة. لما انا كنت عايز اعمل جنة والناس تتهنى، طب ايه بقى لازمة الشقة والتعب والمرض والأذى والتحدي والصالحات والطالحات والمعاصي والحسنات وكل الفيلم ده؟ أنا أنا ما مش عاوز أدري الناس إيش هو تتبسط. فائدة هذا، ولكن أنا اللي بعرفه إنك أنت لا تسأل عما تفعل. مزاجك لقد عجيب. خلقنا الإنسان في كبد، كيف؟ في كبد. الآن أنا أريد أقول لك شغلة يا أبو عيسى، أنا وأنت كنا حبايب صح؟ انا هقول لك على مفاجأة تاني، انا ما بحبش حد خالص خالص. مش انت كنت بتقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انا وانا كل حاجة بقولها، لا يعني انت عندك في حاجة اسمها الناسخ والممسوخ. انا بعرف الماسخ والممسوخ. الناسخ والممسوخ.
بس أنا أريدك بالله عليك يا أبو عيسى، عندك نية ترسل ناس ثانيين للبشر؟ لا، ما انا جيت بنفسي، لان كل ما بعت لهم حد بيحطهم في المصحات ويدوهم ابر. يعني أنت تعتقد أنك أنت لو طلعت هاك بهذه الطريقة ما راح يحطوك، ما يعملوا لك إبر؟ أنا أجزم بأنك أنت متخبي الآن في مكان ما حد عارف مكانك. أنت لو تطلع قدام الناس أكيد راح يعطي تمت يدا، تمت يدا أبا صالح المدن، باخذ عنهم ما يكسر. فأنت ببساطة شديدة، يعني أنا كان عندي نظام خطة عملتها لك ليوم القيامة، تقبل أنت نصايح ولا لساتك مكبر الجي ومروق الدي؟ اتفضل نسمع. الخطة إنك تسكر جهنم وتختار لك وحدة أم عيسى، وعيسى صغير كده، وتجي تمريط معانا في جنة حلوة وكلنا نكون مع بعض بدون ملابس. ما انا عندي مشكلة بقى، تعرفهاش انت، مش عارف اذا كده اقول لك عليها ولا لا. اللي تبع ال قالوا لي يا بعرف كل الاسرار ال طيب تبع بليه بقى. ما هو انت مش بحاجة لها. ام عيسى ممكن، ما أم عيسى كده ممكن تروح تلعب بدلها. ما هو هي لعبت بديلة. انا اللي اريد اقول لك مفاجأة يا ابو عيسى، ابو عيسى اريد اقول لك مفارة. المفاجأة هذه ان عيسى طلع ابن علاوي مش ابنك. وانا هقول لك على حاجه، انا عارف انا عارف ما انا عارف. المهم ان في مليارات البشر، في 2 مليار انسان مقتنعين ان هو ابني، ده اللي يهمني، ده اللي 2 يهمني. مليار هم ابنك؟ 2 مليار واحد من البشر لو سالتهم يقول لك ابو عيسى، يقول لك عيسى ده ابن ربنا، يسوع ابن الرب، ده اللي هو يهمني. في 6 مليار بيقولوا لا، الكلام ده ما انا حصلش. ما يهمنيش الحقائق ابدا البتة، انا يهمني الايه، قول يهمني الايه، المزاج. المزاج، يهمني المزاج، يهمني المزاج. انا اصلا انا في غنى عن كل الكلام ده، تعرف انا عايش من قد ايه صالح؟ من قد ايه، من انت كام سنة؟ حسب قول. حساباتك انت ولا حسب حساباتنا انا؟ حسب حساباتي انا عايش من الازل. تعرف يعني ايه الازل؟ ما هو الازل تبعك يا ابو عيسى هو ما يتجاوز ال 15000 سنه. لا لا، اكتر اكتر. 20؟ مين اللي قال لك ان هو 15؟ ما هو انت ما بتعرف حساب، انت كل الحساب اكبر عدد وصلت له 100000، يعني ما عندك، يعني العداد كان واقف عندك ل 100000 يعني. لا لا، أنا قلت إن يوما عند ربك كألف سنة، وقلت 70000 سنة، اضرب 1000 في 70000، شوف هيطلعوا كام. ما هو 1000 في 70000 راح يطلع 70 مليون. شوف بقى، يعني هو أنا يعني عارف الأرقام. أنت طلعت أصغر من الكرة الأرضية. الأرض هذه عمرها أكثر من 4 مليار سنة أو أكثر من 3 مليار سنة. أنا كنت في عماء يا أبو صالح، فوقي هواء وتحتي هواء. ما كنت تبرد؟ لا، ولا لأن القوي المتين، لأن القوي المتين. وبعدين عملت العرش عشان أقعد عليه، وبعدين سؤال بالله عليك أبو عيسى، قبل العرش وين كنت جالس؟ ما كنتش جالس، كنت في عماء، فوقي هواء جاي. وتحتي هواء. بس يعني كنت واقف جالس ما أرفص، كيف عامل الوضعية؟ كنت في عماء، فوقي هواء وتحتي هواء، وأنا قايل كده. صحيح وبعدين صحيح. عملت البحر بقى،
التاني بقى اللي فوق، مش البحر اللي تحت بقى، البحر اللي فوق. اه ولا انا عملت البحر اللي تحت الاول؟ شوف انت دوخت، انا معاك يا ابو عيسى. انا البحر بيكون تحت. انا من ساعه ما جالي الزهايمر وعندي مشكله في التفاصيل البسيطه دي، انا مش عارف اذا كان عملت البحر اللي تحت الاول ولا البحر الاول. مو انت كتبت كل حاجه هونيك؟ اه كله موجود. استنى هيجيب اللوح المحفوظ. كبيرة هذه اللوح المحفوظة، هي كل حاجة. آه، كله مكتوب مكتوب. آه، شوف. آه، طويلة كبير. هذه كتاب ولا لفة فلافل ولا سندويشة شاورما ولا؟ يعني أنا بصراحة كنت بكتب الورق بتاع الحاجات بتاعتي على على ظهر الورق اللي كان بيلفوا فيه بتاعه أمازون الحاجات اللي أهو أهو. أبو عيسى دير بالك، لا 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 تفرتت الورق هنا وهناك، لا تجي المعزه تاكله. اعرف واحد انا بقفل اوراقه. لا ما انا بقفل الصندوق اهو، بقفل الصندوق اهو مقفول محكم، كله الصناديق مكتوب على اديدس. هل هذا هو نفس القياس اللي بعدين قدمك المباركه بتحطه في جهنم؟ اه 44. بس انا كمان اريد انوه لمساله مهمه جدا يا ابو عيسى. انت الان طبعا شايف اللي بيصير معانا احنا كبشر. انا مبسوط، بتكيف انا مبسوط بعرف، بس عبادك الصالحين تنيلوا ب60 نيله يا ابو عيسى. هو تنيلوا من ناحيه ايه يعني؟ يعني صار لهم 1400 سنه بيدعوك وانت لا تستجيب. انا ما استجبش، انا اصلا انا بتبسط قوي لما الاقي الانسان يقعد بقى يا رب يا ابو عيسى الحقني وبتاع ويحط امل عليا ويقعد بقى بالسنين يا ابو عيسى والنبي وحياته ومش عايز يفهم ابدا الحمار ان ابو عيسى مش هيتعبر ولا هيرد عليه، وابو عيسى هيلحق على مين ولا مين. بس انت بس انا بتكيف. منيته ما انا عامل كده قاصد، انا عامل كده قاصد. بس انا هقول لك على حاجه عشان تعرف ان عبادي أغبية جدا. أنت لما تجرب حاجة يا صالح مرة واتنين وتلاتة وأربعة وما تنفعش، تقعد طول عمرك تجرب فيها. إذا كنت غبي أنا بحب الأغبية. أنا بحب الأغبية. بحب الأغبية جدا. مش قوي يعني أنا ما بحبش حد، بس أنا بحبهم يعني برضو. بس إزاي أنت يعني؟ أنت الآن مو المفروض بعد كم ساعة راح تنزل؟ انت ايش نزلك بهذه السرعه في هذا الوقت؟ انا نازل دايما، نازل دايما، لان ما انت عارف لمعلوماتك يعني الوقت مش عند الناس كلها زي بعض. تعرف المعلومه دي؟ مين اللي قالك هذا؟ انا عليم، ما انا عليم يا صالح. والله انا عليم، اكتشفت هذا شيء مؤخرا يعني. انا عليم، انت فاكرني حغش يعني من البشر يعني؟ لا أنا عارف من الأول، فأنا في حالة نزول دائم مستمر. دايرة بتدور على ال أنا في اسم من أسماء الحسنى إذا دعي بيه أجبت وإذا سألت بيه أعطيت، اللي هو النازل. النازل النازل. محدش يعرفه. أول مرة في التاريخ أقول الكلام. أنا معرفش أنا قلت ليه كده، بس أنت صالح القعدة بتاعتك تتحب يعني. يعني انا كنت بكرهك جدا، بس الصراحه يعني القعده بتاعتك لا يبل منها يعني. انا اقول السر ده لاول مره اهو بقوله، لاول مره في التاريخ. جل جلالك. الاسم الاعظم
اللي الناس المسلمين بيدوروا عليه بقالهم سنين طويلة، ولك اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته. والقصة دي كلها أنا اسمي الأعظم هو النازل، والدليل إن أنا بنزل في ثلث الليل للآخر كل ليلة. صح، بينما أنت مش رحمن كل ليلة ولا جبار كل ليلة، يبقى أنا في حالة نزول نازل دائم. كل ليلة أنا نازل على طول، أنا على طول في حالة نزول دائمة. وين وصلت حالة نزول دائم طول الوقت نازل، أنا وين دايما في وصلت النازل. يعني أنت خرمت الأرض ولا وين وصلت يعني؟ وأمشي إن كسبنا ضحكتك سبحانك وجلالك. و انت طبعا هتروح تكمل في اضلال العباد، وانا هكمل بقى في ان انا ادور على عباد المؤمنين واحاول كده اخليهم يرجعوا للصواب وللطريق المستقيم. بس انا ما راح اتنازل عن حقي، وانا هتفرج بكره على الحلقه بتاعتك انت والواد حرقان واشوف هتقولوا ايه. وربنا هصب عليكم غضب. انا علام الغيوب، وهو بحضر لك اسئله بنت كلب يعني، عشان هو يعني في ناس بتساعده في الاسئله دي. ما هو حرقان هذا هو معلمنا الكبير يعني. انا عارف اسماء الناس اللي بتساعده، افضحهم كلهم. ما بتعرف كلهم، بعدين انا راح ارسل لك اسماء ثانيه مش موجودين في العلن. روح جل يا صالح. جلالك يا الله، روح يا صالح، كمل. اضل كثيرا من الناس يا صالح، اضل المزيد من الناس يا صالح ان شاء الله باذنك سبحانك. حسبي الله ونعم الوكيل. أبو عيسى نفسي متحزب عليا. طيب حبيبي أبو عيسى، أتمنى لك وقت ممتع مع عبادك الأغبياء أو الصالحين حسب مزاجك. صالحين والأغبياء ما هي زي بعضها، هو اثنيناتهم نفس الشيء يعني. نفس الشيء. طيب حبيبي، يوم سعيد. ليلة سعيدة صالح، يوم سعيد جل جلالك.